إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. يقول لك شو فيها، شو قلنا، عم نمزح، عم نلعب، غضبانين، طلعت معنا. اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية للحديث: أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا بكلمة الكفر. فإذا لو كان غاضبا، لو كان مازحا وسب الإسلام، خرج من الإسلام. الإسلام دين الله، الإسلام الدين الذي رضيه الله لعباده، وهو دين كل الأنبياء، هو دين الملائكة. فالذي سب الإسلام ليس من المسلمين. لو كان غاضبا أو لاعبا أو مازحا، لو قال كنت أمزح فسب له أمه، هل يقبل؟ فكيف بمسبة الله وكيف بمسبة الإسلام والقرآن؟ فلا عذر له في ذلك. الله ماذا قال في القرآن؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينتبه الواحد، لأنه إذا تكلم بكلمة الكفر ومات عليها يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. فكيف يرجع للإسلام؟ قلنا بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هذا الأمر أنتم أشيعوه بين رفاقكم، يعني الإخوة الذين معكم علموهم هذه المسائل، يكون لكم أجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. يعني أنت إذا سمعت إنسانا كفر قل له: أنا بخاف عليك، بحب لك الخير، بخاف عليك من جهنم، اتشهد. فتشهد بسببك لك هذا الأجر. من أسلم على يديه رجل دخل الجنة. فأنتم تناصحوا وتواصوا فيما بينكم بهذه الوصية، لكم أجر وثواب، لكم خير وبركة بهذا العمل. بارك الله بكم وأكرمكم وأحسن إليكم.